الرحيم. أولا يجب أن نذكر أن الميزانية التي تخصصها وزارة الصحة لشراء الأدوية حاليا هي تقريبا 3 ملايير ديال الدرهم، أي ما يعادل 100 مليون علبة سنويا توضع على مستوى المراكز الاستشفائية. مع العلم أن هذه الميزانية عرفت واحد التطور كبير في ال10 سنوات الأخيرة، بحيث انتقلت هذه الميزانية المخصصة للأدوية من 600 مليون درهم سنة 2011 إلى تقريبا 3 ملايير درهم خلال سنة 2022. لكن في الحقيقة هناك إحساس عند المواطن أنه لا شيء تغير في المستشفيات، وأن الأدوية يعني دائما غير موجودة رغم هذا التطور الكبير الذي عرفته الميزانية. ولهذا تقرير المجلس الأعلى للحسابات جاء ليؤكد هذه المعاني وهذه المعضلة التي تطرقت لها تقارير أخرى رسمية سابقة، بما فيها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ سنة 2013، والتي تؤكد جميعها على وجود اختلالات في تدبير الأدوية الموجودة في المؤسسات الاستشفائية وأيضا المستلزمات الطبية، لا من حيث عملية حفظ وتخزين هذه الأدوية، لا من حيث العراقيل التي تعترضها وتعترض مسارها من أجل صرفها لتصل للمواطنين يعني في آخر المطاف. وهذه الاختلالات للأسف نقول أنه لم يتم معالجتها طيلة هذه السنوات، لأنها بكل اختصار هي اختلالات بنيوية وهيكلية وتحتاج إلى إعادة الرؤية بشكل جذري، وأيضا المقاربة مراجعة المقاربة المعتمدة فيما يتعلق بشراء الأدوية من طرف الوزارة. أولا المقاربة المعتمدة في شراء الأدوية فيها إشكالات يعني لوجستيكية كبيرة، بحيث هناك أطنان من الأدوية يتم إتلافها باستمرار بسبب فسادها، وهذا نظرا لغياب الحكامة في شراء الأدوية، وأيضا نظرا لسوء تدبير المخزون على مستوى المستشفيات، بحيث ربما يصل المواطن أو ما يصل مقداره 50% من الميزانية المخصصة للأدوية سنويا. ثم أنه يعني من حيث الشكل، في المنطق المعتمد في اقتناء الأدوية مركزيا من طرف وزارة الصحة يعتبر في حد ذاته متجاوزا، لأن لما ننتظر الطلبيات ديال مختلف المؤسسات الاستشفائية من الأدوية والمستلزمات الأخرى، ثم يتم تجميعها وتمرير طلبية موحدة من طرف المركز بشكل موحد، هذا يعني فيه واحد نوع من تخلق واحد العرقلة في العمل الاستشفائي، وواحد النوع تحدث واحد النوع من الاضطراب عند المستشفيات تعاني فيه، يا إما من تأخر الأدوية أو خصاص ديال الأدوية أو حتى عدم تناسبها مع الطلب الذي قد يتغير من حين إلى آخر حسب الأوضاع الصحية، كما هو الشأن حاليا بالنسبة للجائحة اللي ربما المستشفيات أحيانا تحتاج واحد النوع من الأدوية دون غيرها بشكل أكبر. أيضا من حيث الموارد البشرية هناك إشكالية عميقة في تدبير مخزون المستشفيات، بحيث أن في أغلب الحالات هذه الأدوية يعني تدبر من طرف ممرضين وليس صيادلة كمتخصصين في هذا المجال. ثانيا هناك إشكالية كبيرة فيما يتعلق بالجانب المعلوماتي المعتمد لدى وزارة الصحة، فهي تعتمد أساسا على برامج معلوماتية متفرقة وغير مندمجة بين مختلف مؤسساتها، حتى يعني يتم التتبع والتحكم في كل المعطيات المرتبطة بالأدوية ومسلك الأدوية وتفاصيلها. ولهذا بناء على هذه الأسباب تنطيح في إشكالية ديال تاريخ صلاحية الأدوية والتتبع ديالها، بحيث العديد من الأدوية تنتهي صلاحيتها دون وصولها للمرضى، وأحيانا تتبقى العديد من هذه الأدوية في هذوك لي غرون كارتون أومبالي اللي تجي من المختبرات وتتبقى بداخلها حتى تنتهي يعني صلاحيتها. وهذا وضع في الحقيقة مؤسف نظرا لغياب هذا اللوجيستيك والنقص الحاد في الموارد البشرية. كما قلنا في البداية يجب مراجعة المقاربة برمتها في مسألة انخراط وزارة الصحة في شراء الأدوية. أولا هناك ضعف واضح للبنية اللوجستيكية والمعلوماتية لوزارة الصحة فيما يتعلق مجال الأدوية،
والمستلزمات الطبية بالمقابل. مقابل هذا فنحن نتوفر على واحد شبكة كبيرة من الصيدليات والتي هي متخصصة في المجال، بحيث نتوفر على 12,000 صيدلية موزعة عبر التراب الوطني تشتغل بتطبيقات معلوماتية متطورة. هذه الصيدليات لديها أدوية لا تتعرض للإتلاف ولا لانتهاء صلاحيتها إلا بشكل طفيف جدا لا يتعدى 1% من رقم المعاملات ديالها، وأيضا لديها موارد بشرية متخصصة تعتمد عليها. أيضا هذه الصيدلية تعتمد على الرقمنة بشكل جد متطور في تتبع حاجيتها من الأدوية، وبالتالي يجب اليوم أن نفكر في تفويض صرف الأدوية المجانية الموجهة للعموم التي يتم اقتناؤها من طرف وزارة الصحة. يجب تفويض هذه العملية الصيدلية التي تتواجد كما قلنا في كل مكان كمقاربة في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. وبطبيعة الحال المدخل الأساسي لكل هذا وهو عقد شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. ومثل هذه التجارب راهي موجودة يعني في العديد من الدول، على سبيل مثلا روسيا، فالصيدليات في روسيا تخصص واحد الأجنحة أو أماكن خاصة بالأدوية اللي تتكون فيها الأدوية الاستشفائية المجانية، وأيضا تكون عندها الأدوية الأخرى اللي هي بمقابل مادي. ومثل هذه التجارب يمكننا بالطبع اعتمادها في المغرب، بمنطق أن وزارة الصحة نعم يجب أن تحتفظ لنفسها بالتفاوض مع المختبرات المصنعة حول أثمنة الدواء والتم استشفاء الأدوية، ثم هذه الأدوية يعني تضع على مستوى شركة التوزيع التي بدورها تقوم بتوزيعها على الصيدليات عبر اللوجستيك التي تتوفر عليه على المستوى الوطني. وهذا الأمر كله غادي يعني سيوفر على الدولة الكثير من الخسائر التي تتكبدها سنويا بإتلاف الأطنان من الأدوية. والأهم من هذا كله أن المواطن المغربي هو من سيستفيد من تقريبا 100% من الميزانية المخصصة للأدوية التي يتم اقتناؤها من طرف وزارة الصحة.